عليكم ومرحبا بكم في جريدة أشطري 24، معكم الماسة عبر برنامج بالقرآن أشفى. أطل عليكم من جديد وحلقة جديدة بعنوان بغيت الفلوس أش ندير. اليوم إن شاء الله ما غاديش تكون قصة، وإنما تجربة من تجارب المشاهدين وكيفاش قدروا يتغلبوا على مشكل ضيق المال والرزق. الرزق الله كما كنقولوا. غادي نتكلموا إن شاء الله في هذه الحلقة هذه على أشنو وصانا الحبيب عليه الصلاة والسلام والنصائح اللي خاصنا نتبعوها وشنو خاصنا نديرو. إن شاء الله غادي نعطيكم مجموعة من الصور التي تطرد الفقر وتجلب الرزق. الرزق كما كنقولوا ليس محدودا فقط في المال، ولكن اليوم إن شاء الله غنعطيكم غنتحدثوا على فقط رزق المال، كيفاش نجلبوه، كيفاش ربي يرزقنا. أولا غادي نهضروا على صورة الواقع. هذه الصورة المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كل من داوم قراءة صورة الواقعة لن تصيبه فقر، أي الفقر هي الفقر، لن يصيبه الفقر. وهذه كانت خير دليل، يعني تجربة لواحد الأخت من قناتي، كنت نصحتهم بقراءة صورة الواقعة، وسبحان الله الأخت تقول أنها فيما كتقرأ صورة الواقعة كتشد الفلوس، كيجي شي حد وتيعطيها الفلوس، سواء كانت مديناش يعني كتسالو الفلوس، سواء كيجي خوها مثلا الكبير تخلص كيدور معاها كل مرة وشنو، مهم كتقراها سبحان الله تيجي واحد المبلغ بسيط كتير، مهم هي كتشد الفلوس كما كنقولو. ايضا من بين الاشياء اللي كتجلب الرزق للانسان وهي كثرة الاستغفار. الانسان يستغفر مولاه وذكر الله سبحانه وتعالى، يعني كما قال الله عز وجل في كتابه الحكيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، صدق الله العظيم. سبحان الله، يعني الاستغفار أيضا عنده واحد سر عظيم في جلب الرزق للإنسان الذي يمر بضيق في الرزق. أيضا ما نسوش حاجة مهمة وهي الصلاة على النبي. يعني إنسان يعني قبل ما تنور له الطريق فهي تطرح له البركة في رزقه. سبحان الله، رزقك الله. هذه القضية هذه كنصح بها دوك العيالات اللي كتقول بسطاميت يا كيخوا من الفلوس، وصلي على النبي وغتلاحظي واحد الملاحظة، هو أن الفلوس غتعرفيها كي كتمشي وما غتكونيش كتبدريها. سبحان الله، غادي تطرح لك البركة في داك الرزق اللي عندك أو داك المبلغ اللي عندك في بسطامك. سبحان الله، هاد الأشياء هادي كلها يعني أسباب التي تجعل الإنسان يرزق برزق المال. ولكن دائما كما كنقولوا رزق الله، إنسان يتبع طريق الله وإن شاء الله غادي رزقه سيدي ربي من حيث لا يحتسب ولا يدري. اليوم ما كانتش قصة، ما بغيتش نطول عليكم، غادي نتلاقاو إن شاء الله في حلقة جديدة. إلى اللقاء. إلى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.